السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. فيديو جديد من ماغازان كونفور اند اليغونس كالعاده معكم ياسمين. البنات، الفيديو ديال اليوم جيت باش نعلمكم بموعد جديد ديال لايف جديد، بيان سيغ لايف اللي غادي يكون توب توب توب. شنو كاين في هاد اللايف؟ هو صراحه طلع البنات غيكونوا عندنا دو لايف، حيت دخلت ناس الجديده ديال لي ساك، وفي نفس الوقت كاين لي برومو ديال لي بوط، يعني كاين سول ديال لي بوط البنات. كاين سلعه كتحماق وغيكون فيها دي بون بري، اثمنه جد 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 مناسبه والكميه محدوده. داكشي علاش البنات غنضطر ندير دو لايف، حيت ما غتكفينيش كلشي في نهار واحد. غنديرو لايف غدا وغنديرو لايف اخر بعد غدا. اللايف ديال غدا غنديرو فيه لي بوط كيف قلت لكم، واللايف ديال بعد غدا غندير لكم فيه الجديد ديال الساك. سي بون، بحال هكا باش كل حاجه نعطيوها وقتها وكل حاجه نعطيوها قيمتها. وبالنسبه للموعد ديال اللايف البنات، غنديرو ان شاء الله مع 8 العشيه. بغيت نديرو قبل، مي ما غاديش نقدر بويسكي نكون عندنا هنا الكليان في المحل. غنترون شويه، اللهم نصبر ونخلي اللايف حتى نسدو مع 8 عاد ندير معكم اللايف. وشنو بغيت نقول لكم البنات، كتسولوا واش غادي تكون معنا رابحه؟ بيان سيو غادي تكون معنا رابحه ككاع اللايفات ديالنا. ضروري نفرحوا وحده من المتتبعات الوفيات ديالنا، كل مره نفرحوا وحده. واللايف ديال غدا ان شاء الله شنو غيكون في الكادو بالنسبه للبنت اللي غتربح معنا؟ عندها الحق تختار الصندال اللي بغات من هاد لا كوليكسيون اللي كنوريكم على حساب لا بونتور ديالها. سي بون، ديك الساعه تقول لي شنو لا بونتور اللي كتلبس وغنوريها شنو لي ديزاين اللي بقاو في المرسه. هذا ما كان البنات. شنو بغيت نقول لكم؟ كونوا بكثره، كونوا بكثره، كونوا بكثره. اللي ما غتحضرش غتندم. السلعه شنو نقول لكم، ماشي كثيره بزاف. المهم كاين موديلات بزاف، ولكن لي طاي ما كاينش بزاف. راكم عارفين، حيت هادشي غير دي سولد، يعني بقات غير شي حاجه قليله في لي بوانتور، مي الموديلات كاين الخير. ما عرفتش، شوفوا كنهضر معاكم في نفسي كنقول ايه الهضره ما باغاش تخرج، حيت الصراحه داكشي زوين بزاف بزاف، خاصكم تشوفوه ماشي نهضر لكم عليه. المهم البنات، وكيف عارفين لي سولد راه غير كيمشيو، يعني حاولوا انكم تستافدوا، ما تضيعوش الفرصه وحضروا معنا اللايف باش هكا تكونوا من الاوائل اللي غيشوفوا سلا، وهكا تستافدوا ودوزوا لا كوموند ديالكم قبل ما يسبقكم شي حد اخر. هانتوما البنات، راه يلا استفنا السلعه، ها هي كيف كتشوفوا مستفله هنا. المهم غنوريكم ش داكشي، نخليو سيربرايز اللايف ديال غدا عاد ان شاء الله، نوريكم شنو كاين في لي بوط او السولد، وبيان سيغ بالاثمنه اللي غادي تعجبكم بزاف ان شاء الله. والبنات راه اش غنقول لكم، حنا ان شاء الله غادي يكون الجديد في لي بوط، ما السلعه راكم عارفين دابا مع لا ديوان تزادات وكاين اجراءات ديال هادشي كورونا، يعني ضروري غادي يكون الثمن شويه زايد. داكشي علاش كنعاود ناكد لكم انكم حاولوا تستافدوا في هاد البرومو، اللي انا براسي ما عرفتش واش غنتقدى السلعه بهاد الاسمنه اللي وريتكم ولا غنتقدى بكثر. المهم معليش، يكون خير ديك الساعه. المهم حنا ولاد اليوم نهضروا على اليوم. اليوم راه كاين السولد وكاين لي بوط كيحمق، ولكن لي طاي قلال. وان شاء الله اللايف الثاني غيكون عندنا بعد غدا، وتا هو بيان سي غتكون عندنا فيه رابحه. تنوريكم ان شاء الله شنو غادي يكون في الكادو. وهذا ما كان البنات، يلا وبسلام عليكم، تهلاو ليا فراسكم، نتلاقاو في اللايف ديال غدا اللي قلت لكم غيكون مع 8 العشيه. تصبحوا على خير.